تحت شعار إصلاح دون مجاملة ومحاسبة دون خوف، وبحضور كثيف من الناخبين، أقيمت الندوة الانتخابية لمرشح الدائرة الرابعة الدكتور بدر الشلال، والذي استهل كلمته بفخره واعتزازه بالحشود الكبيرة الحاضرة والتي ستحمله مسؤولية عظيمة على كاهله، تقديرا لحضورهم وثقتهم الغالية. وأكد الدكتور بدر الشلال أن الفترة الحالية هي مرحلة خصبة لكل من يريد أن يساهم في رفعة الكويت، وأن وعي الناخب ورؤيته هي من تحدد مصير الانتخابات القادمة. حنا مرحلتنا القادمة شنو نبي نقدم؟ شنو نبي ننجز؟ اليوم بلا شك ان احنا في مرحلة خصبة، وفي وقت ثمين ومفصلي لكل من يريد ان يساهم في رفعة هذا البلد، كل من يريد يساهم في تقديم قوانين إصلاحية اجتماعية سياسية صحية تنفع البلاد والعباد، يتقدم اليوم، لأن هذه فرصة ثمينة، وإن شاء الله بإذن الله أن تستغل هذه الفرصة من الوجوه الكريمة بالاختيار الصحيح. اليوم لا شك أن بوعي الناخب واللي ينظر نظرة الناخب ورؤية الناخب هي تحدد مصير الانتخابات القادمة. لا شك اليوم احنا مقبلين على انتخابات مفصلية وانتخابات حساسة، إذن محتاجين فيها أن نعرف مرشحنا من ينتمي له، من يحمل همومه، من أولويات، هل أولويات تتواكب أولوياتنا؟ اليوم حنا في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة نحتاج أن نعرف تفاصيل مرشحنا، ولا نحتاج أن يعرفنا في أحد غيرنا. اليوم أنا بوجه رسالة للجميع، أنا أمس كنت ناخب مثلكم واسمع وعود وعهود، وبعد انتخابات ما شفنا شيء، حالي حالكم. لكن اليوم أنا وهذا الكلام سجل علي قدامكم كلكم، أقسم بالله العظيم إني ما تأخر عن أي مظلمة تمس أحد فيكم، أقسم بالله العظيم إني لا أجيب حقوق الناس من فم الأسد، والله ما أجيبها بتكفى وطال عمرك. حقوق الناس وما لا خير فينا، لا خير فينا إذا حنا في هذه الكراسي ما قدرنا نجيب حقوق الناس ولا نرفع المظالم عنها.